ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الطالب جديد أنت؟ لا أنا زائر. أهلا وسهلا ومرحبا. جزاك الله. من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا محاضر في معهد اللغة العربية بلاهور. جئت حاجا فاغتنمت هذه الفرصة لزيارة معهدكم السعير. قيل لي أنه أحسن معهد لتعليم اللغة العربية لغيرنا الترغبين بها، فأحب أن أطلع على مناهجه وكتبه. مرحبا بك. ما اسمك؟ اسمي معهدي ابن عبد الهادي. ما شاء الله، يدرس في معهدنا دارسون في معظم بلاد العام، ويتراوح عددهم 450 و500. ما شاء الله. و500 ومدة الدراسة بين سنتين، وهذه نسخته في المناهج وهي هدية لك. جزاك الله. الحمد لله. وهذه بعض كتبنا. أين يمكنني شراء هذه الكتب؟ هذه الكتب لا تباع. يمكنك الحصول عليها فجانا في الجامعة العربية الطائية. ما شاء الله. أدعوك للزيارة معهدنا. هذه طاقتي، فيه عنواني وعنوان المعهد. ما شاء الله. أنا مدعو لحضور مؤتمري في باكستان بعد أشهر. سأنتهز هذه الفرصة. سأزور في معهدنا إن شاء الله. إن شاء الله. أستعد لك الآن يا فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا. إلى اللقاء. صحبتك السلامة في الحل وتل حال. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.